ليش نكون أمام أصدقائنا بشخصية مختلفة تماماً عن شخصيتنا اليوم؟ يعني هل هي اليوم هذه شخصيتي أنا ليست حقيقية، ولكن شخصية الطفولة هي الشخصية الحقيقية؟ حولك ممتاز صراحة. أنت الآن مثلاً تشتغلي في المجال الإعلام بقالك مثلاً نفترض لا يقل عن 5 سنوات، أنت ممكن مجال أكثر. مهما كان في عندك صديقة كانت زميلة لإلك وأصبحت صديقة لإلك بقالها 5 سنوات، حيكون في دائماً العلاقة مش زي صحباتك القدام، مش زي صاحبي القديم. ليه؟ وإحنا صغار أيام ما كنا شباب أو في المراهقة ما كان في حاجة لها علاقة بالمادة، ما كنا بنفكر بالمادة، مصالح أو حتى ما تزعلي مني، حتى مثلاً الساندويتش كنت ممكن تاخديه من صاحبتك من تم لتم، الكوباية العصير سوري مع يعني حد ما حدا يعرف، المصاصة، الأشياء هذه كانت في أشياء شقية جداً. هذه ما كان فيها مصلحة شخصية، ما كان فيها مهتمة فيك عشان أنت بتشتغلي في الإعلام، أو أنت مهتمة فيها لأنك تشتغل في بنك. ما كانت عندنا هذه الأشياء. يعني منهم واحد صديق لأنه من أكبر المحلات الموجودين، يعني فرنشايز فوق 122 محل على مستوى الوطن العربي، بس احنا بنعرف بعض. حتى لما بطلب منه بنطلب اكل ما بقول اني انا صديقي كذا، بس يعني احنا ما في عندنا هذا الشيء. بس لكن لو نفترض انا الصديق لإلي الان من 3-4 سنين هو نفسه صاحب هذا الفرنشايز، ممكن هو ينظر لي هو بس مصاحبني عشان خاطر بياخذ تخفيض، هو بيتصل بيقول انا بعرف كذا فبياخذ كذا. هي هذه النقطه، انت بنرتاح للناس اللي كان في عمر الطفوله او المراهقه لانه ما كان في سبب الأسباب بالضبط ان احنا ممكن نكون انا مصاحبك عشان مصلحه، كنا اصدقاء بالفطره أكيد.